العمود اخترق الأتوبيس زي ما احنا شايفين في الصور، تفاصيل حادث مروع أمام بوابات حدائق الأهرام. شهد طريق الفيوم أمام البوابة الثالثة بحدائق الأهرام حادث مروع أسفر عن إصابة 3 أشخاص بعد وقوع تصادم بين سيارتين أدى لسقوط عمود إنارة ضخم واخترق الأتوبيس نقل عام، مما أدى لاحتجاز الركاب بداخله. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام محطة وقود شهيرة على طريق الفيوم أمام البوابة الثالثة بحدائق الأهرام. انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف. تبين من التحريات حدوث تصادم بين سيارتين وأتوبيس نقل عام بعد اختلال عجلة القيادة في إيد السائق، مما أدى لاصطدامهم بعمود إنارة ضخم وسقوطه واختراقه للأتوبيس من المقدمة، مما أسفر عن احتجاز السائق وعدد من الركاب. نجحت جهود قوات الإنقاذ بمعاونة الأهالي في إخراج الركاب والسائق، وتبين إصابة 3 منهم. تم نقلهم بسيارة الإسعاف للمستشفى تلقي العلاج. تولت إدارة مرور الجيزة رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، تحرر محضر بالواقعة وأحيل النيابة العامة التي بشرت التحقيقات.